من جهة الرابعة مع منى سامي. مرحبا بكم. الحكومة تدق جرس الإنذار في البورصة العراقية وتهدد: احذروا أيها المضاربين، التلاعب قوة أمنية كبيرة دخلت إلى بورصة الحارثية والكفاح واعتقلت عددا من المضاربين بسعر الدولار في بغداد. السوداني اتهم جهات استغلت الأوضاع وتلاعبت بالأسواق وسعر الصرف وبرأ الحكومة من قرار رفع الدولار معتبرا إياه موروثا من الحكومة السابقة. بلهجة قوية وإن كانت متأخرة حذرت الحكومة ممن يتلاعب بأوجاع الناس بقرارات جريئة واضعة الحيتان الصغيرة في شباكها. فهل سينجح السوداني الذي يبدي مرونة بالتعامل مع الجانب الأمريكي رغم تحفظ الإطار الحد من ارتفاع سعر الدولار وتهريب العملة إلى دول الجوار؟ مرحبا بكم. مرحبا بكم وأرحب بضيوفي الكرام لهذه الساعة، كل من النائب السابق السيد كاظم الصيادي. أهلا وسهلا بك أستاذ كاظم، إضافة إلى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مناف الصفار عبر سكايب من أربيل. خليني أبدأك أستاذ كاظم، اليوم أخبار وردت عن اعتقال أهل الصيرفات، يبقى هذا الخبر بين مصدقي ومكذبي، ولكن هناك مصادر أكدت أن قوى الأمن الوطني اعتقلت بعض من أهالي الصيرفات. هذا هل ينعكس سلبا على المواطن لو إيجابا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل أخوة مشاهدي القناة الأكارم. أنا أعتقد هاي خزعبلات، يعني هاي عبارة عن أكذوبة كبيرة في قضية إيجاد حلول وعلاجات لقضية ارتفاع سعر صرف الدولار. هذه مجرد يعني شو تقصد؟ يعني مانشيت حتى يقولون احنا سوينا. اولا عمل الامن الوطني مو هذا، انت تعرفين جنابك، وانا احذرهم اقلهم اذا بقيتوا على هذا السكوت اسمعوها من عندي، قسما بالله تسونامي الدولار سوف يقتلع الاطار. خذيها من عندي هاي كلمة اخيرة، وهاي المرة الاقتلاع بالمطلق، يعني لن تبقي ولن تذر، لأن قضية الدولار قضية مصيرية وتكلمنا بها كل شوي، وكلكم طلعتوا حتى بدعاياتكم الانتخابية وأثبتوا للشارع العراقي بأن أنتم مجموعة من الكذابين من المحتالين، مجرد إعلانات مجرد شعارات مجرد كلام، ما عندكم أي تطبيق، ما عندكم أي محتوى، ما عندكم أي موضوع، ما عندكم أي خطط، ما عندكم أي استراتيجية، ما عندكم أي متبنيات، ما عندكم أي شيء يذكر في قضية إيجاد الحلول. ليش هاي مدى يقول لك اعتقلوا أهل الصيرفات؟ اسمعيني، بالعكس، اعتقال الصيرفات راح يزيد سعر الدولار. راح أنطيش قضية مهمة جدا. زين، أنت اليوم تجيب مواد غذائية متواجدة بالسوق اللي تشتريها أنت وأنا وكل أبناء الشعب العراقي، جاي تبيع لهم بالسعر الرسمي، ليش يرتفع؟ جاي تجيبين بالسعر الرسمي. إذن القضية كالتالي: مراقبة التجار والمضاربة بالأسعار، عندهم الحلول الترقيعية الألعن. اليوم التاجر يقدر يروح لأي مصرف ويأخذ سعر الدولار الرسمي؟ إذا الحوالة مالته بيضة تمر، إذا سودة ترد على وجهه الأسود مصخم. اليوم قضية هو شنو سبب ارتفاع الدولار؟ خاف واحد يكذب عليك مضاربات وكذا، كذب. كان يهرب ما يقارب من 250 مليون دولار يوميا او اكثر، كان احتياجاتنا من 50 الى 75، خلينا نقول 100 مليون. ال 150 احتياجات 50، البنك يبيع 250. 250 كانت تهرب، ال 200 تهرب، ال 200 تهرب وتستثمر. تستثمر، شوفي انت راح انطيش فد موضوع ذكرته وياك مره، يعني الدولار الاستثمار العراقي بالدولار موجود بالأردن كان 18 مليار دولار قبل جيت الأفندي الكاظمي.
قبل خروجه بفترة أسبوعين طلع وزير طلع رئيس لجنة الاستثمار في البرلمان الأردني سألوه قال وصلت 60 مليار دولار، يعني خلال حكمته ازدادت نسبة التهريب إلى الخارج بمستوى 8 يعني تقريبا 42 مليار. وين الدول اللي تهرب لها الأموال العراقية؟ كل دول الجوار بالمطلق. لا ما تقول لي كل دول الجوار، جيبي يعني ليها من إيران، عندي الكويت. لا 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 جيبي ليها من إيران، إيران. صعدي لي على تركيا، تركيا. مري لي على سوريا، جيبيها على الأردن. السعودية ما يقدرون لأن أصلا فرق السعر وكذا ما يقدرون لأن الأسعار لبنان. أصلا لبنان خوب حدث ولا حرج، 30 مليار راحت مال حرامية. زين زين بعد من عدن. حتى بالكويت أكو بس قليل، حتى بالكويت أكو بس قليل جدا، قليل يعني ما يتعدى هيك. الحصة الأكبر، الحصة الأكبر عند الأردن وعند إيران وعند تركيا ولبنان وكلهم وأكو خارج المصارف. أنت صوري إيش قال اللي اسمه، قالوا له إيش قد قيمة الاستثمار وإيش قد، قالهم 20 مليار دولار ودائع بالبنوك. تدرين الوديعة يروح الأردنيين يعطونها قروض، قروض تنموية، شلون ربعنا صغيرة متوسطة كبيرة صناعية تجارية، يعني فلوس الحرامية تنباق من الشعب العراقي تطلع برا تشغل الأردنيين وتنطيهم إنتاج ويرجع الإنتاج علينا ينباع بضعفين. هيدا تحشي بس بالأردن، هاي بالمناسبة بالكل، يعني ما أضرب لك مثل على الأردن، ضرب لك على هذا مثال الأردن يعني وين طبق على إيران القضية أكثر، الأخرى على سوريا خب إيران نحكي على لبنان أكثر، الكل منقلك القضية الأخرى اليوم الحلول الترقيعية المخزية اللي يريد يوزعوا لي بيض ويريد يوزعوا لي طحين وأعتقد دهن. وزارة التجارة يقول لك وزارة التجارة دا تبيع اليوم ب 4750. وين تريد توزع؟ بالمخازن. وين مخازن وزارة التجارة؟ وين تدرين وين مخازن وزارة التجارة؟ على عويريج. يعني اللي يريد له طبق بيض الصبح يريد يتريق يروح لعويريج يجيب له طبق بيض ويجي. هي هاي حلول بالله عليك اختي؟ انا اليوم انت اليوم تاجرة مال جقاير، انت جيتي قدمتي البوليسة يعني مالتك، تقصد انه هاي سالفة طبقة البيض ب 4750 ما راح تطبق اصلا كده. يعني ما راح تطبق عمليا على المواطن، المواطن راح يستفاد من عندها. المن 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 وين ينطونها؟ حتى مثلا هسه اليوم فقراء الكرادة، فقراء المنطقة اللي احنا نعيش بها هسه اللي جاي اللقاء، وين يروح يلقاها؟ اكو منافذ لوزارة التجارة، زين المنفذ للفقير الفلاني قريب عليه، زين اذا اكو واحد بعد تقريب 700 متر 800 متر اكثر بعد اكثر مثلاً يقطع كل هاي المسافة. يعني تقصد أنه كل هذه الإجراءات هي مجرد شعارات وهمية يضحكون بها على المواطن العراقي؟ بالعكس، أصلاً راح تستفاد وزارة التجارة بهذا البيع، راح تشتري من برا بأموال الشعب العراقي وتعطيها، يجوز مو لها هي تتعاقد لأن هي التجارة منين تجيب، راح تتعاقد هم برا، راح تجيب شركة تتعاقد وياها، تجيب وياها مقابل كومشن جديد، بوك جديد، كومشن جديد. صدقيني عندهم براءة اختراع فقط في السرقات، المعالجة ما عندهم براءة اختراع. انت اليوم هسه جنابش مثلا قال يا بنوزع منافذ وزارة التجارة، هسه بهاي المنطقة منافذ وزارة التجارة والله وين؟ والله كيفت من سمعت الطبقة الخامسة الأربعة وين ينطونها؟ المن مثلا يتفقون مثلا زين هذا هي كالتالي. هسه انت اجيب لك مثل على البيض. اي هو هاي ترى مهم الموضوع، هم شلون جبنا الأردن ويطبق على الكل، خلينا اجيب لك على البيض. انت اليوم تاجرة مالت بيض زين خوش، اجيت تشترين مثلا 200 ألف كرتون وتجين من اي دولة؟ تروحين من تروحين تاخذين الدينار العراقي مالتك للمصرف، بيش يصرفوا لك اياه؟ المفروض 1475. كان ليش يرتفع بال 1475 بالامس كان ب 4000 ونص، ليش اليوم يرتفع بسبعه؟ اذا القضيه قضيه الامن الوطني، الامن الوطني مع مكافحه الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية لازم تاخذ مجراها، لازم هذا اللي يبيع فوق السعر تلقي القبض عليه، مو تروح تلقي القبض على ذول الصيارفة، تلقي القبض على هذا، تعال منين اشتريتها من فلان وفلان؟ يقول لك تضاربون بس من رخصتك. اليوم اني يقول لك اهل الصيرفات تضاربون. التاجر بالسعر. التاجر من جابها ب 1475 البيض ووزع للتجار والتجار باعوا، شنو الخطأ بعد؟ ليش ارتفع؟ هو جابه ب 1475 لا زال نفس السعر. يعني تقصد المشكله بالتجار؟ روحوا هي المشكله عند التجار، هذول التجار محميين سياسيا لان هاي الواجهه شركه فلان الفلاني هي وراها منه، وراها حصانه سياسيه او زعامه سياسيه
ولذلك أتحداهم اليوم يلقون القبض على الكبار أو ألغي الإجازات مال التجار مال المضاربات. يلا أنا أتحداهم إذا لغوا مضاربات التجار، وليش لحد هاي اللحظة نفس التجار باقين مال الطحين مال جميلة وغير نفسه من النظام السابق وعلى حد هذا اليوم يقول لك بعض الحرامية مع احتراماتي للأغنياء اللي باقوا الفليسات صاروا تجار اليوم. هو التاجر مالتنا مع احتراماتي للشرفة هو بالأصل حرامي، هو متمرس على البوق والسرق، هو عايش على هاي الفلوس، هو أصل ماله حرام. لا منين جابوهم مثلا؟ باعوا حجولهم؟ منين جابوها هاي المليارات اليوم التجار الجدد؟ أنا ما أقول الكل، أكو تجار محترمين وأكو تجار أبناء تجار. أنا مرة من مرات زعلوا بعض الإخوان، قلت لهم إخوان هاي المجمعات السكنية جاي تنباع للمواطنين ما تنباع للفقير، جاي تنباع لو للحرامي يا فقير يقدر لو للغني، ونسبة الأغنياء بالدولة العراقية الغير حرامية ما تنعد يعني نسبة ضئيلة جدا. زين خلينا نروح إلى أربيل إلى دكتور مناف وأسألك، ما حقيقة أنه رفع سعر صرف الدولار هي مجرد مضاربة من قبل أهل الصيرفة وليست واقع حقيقي بالعراق بقيمة الدينار العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فرصة سعيدة أنه أقول المرة الأولى من خلال قناتكم الموقرة. نرحب بك دكتور، مية هلا. شكرا جزيلا. أولا أرد أعرج على نقطتين، بس قبل ما أعرج على نقطتين على أسباب حتى منها ننطلق للحلول. ما أدري شنو علاقة الأمن الوطني بروح يكمش التجار؟ هو تاجر يأخذ كوميشن على تصريف الدولار، شنو يطلع لك نائب بالبرلمان يقول أنا ما أوقع الموازنة إلا تنزلون سعر الدولار؟ إحنا لو نحكي بالمنطق وبالعلم وبالصحيح لو ماكو داعي لهالحكي هذا، المزايدات اللي ما لها داعي مثل ما أشار الأستاذ كاظم مشكورا. أولا روحوا على الإنترنت، أنا دزيت كل الروابط للمعدين المعدين والبرنامج حتى تنشروها حتى يشوفها الشعب العراقي. أولا موضوع إيران، أكبر شركة عمولات نقدية عمولات رقمية مشفرة بيناسز BINANCE، هذول الثلاثة الفات أشاروا وبس تكتبيها رسم تطلع لك بالإنترنت، أكبر شركة للبيتكوين العمولات. أوكي زين العفو أي بس سوينا يا سايلنت صار أي سويت سايلنت عش ديدك كل عايشة. هذه قالت الثلاثاء عصرا أشار مدير الرقابة أي والعقوبات أنه عبرت عن طريق بيناسز إلى بيتونيكس إلى بيتونيكس عبرت 7.8 مليار يعني 7 مليار و800 مليون اشتروا بها عمولات رقمية مضاربين العراق. طبعا بالمناسبه هو المضاربين هم ذول الحيتان، يعني مولاي شمير المؤمنين يقول الاحتكار شيمة الكفار، فهي احتكار ومضاربه مثل ما قالوا الاخوان كلها تتاكد هالموضوع. زين السبعه تريليون بوينت ايت هذه تحولت الى بينوتكس. بينوتكس اكبر شركه عمولات رقمية إيرانية، ومنها راحت غذت أعمالهم الخارجية والداخلية. زين خلي نقول هذا الكلام مو دقيق، وأنه العراقيين يعني حتى إذا يدزون الإيران فهو مقابل فلوس أو مو يطلبون إياه ببلاش، بس خلي نفترض جدلا حتى نخرج من موضوع النقاش الفاناتيك قضايا التعصب. خلينا نقول أمريكا وراء الموضوع. شلون أمريكا وراء الموضوع؟ كلها أشارت أنه حطت قبل شهرين أمريكا الفيدرال بانك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل شهرين شروط صعبة
على البنك الفيدرالي العراقي، البنك المركزي العراقي وعلى البنوك، أنه إذا تستمرون بالتهريب والاحتكار، إحنا كل حوالة واردة للعراق ما نطببها حتى ما تطلع لإيران، وما نطلع حوالات 80% الروابط شوفيها وأقريها جنابك، 80% من الحوالات الصادرة موقوفة ومردودة، ماذا تطلع؟ فطبعا تصير مضاربة، والتجار يريدون فلوس حتى يستوردون وهكذا. إذن هو بالتأكيد تهريب واحتكار، بس حبيت أفهم المواطن إيش دا يصير. هسه نجي شنو الحل؟ إحنا مو بس نطلع نحكي كلام طوباوي بالمحطات التلفزيونية وحكي ما بيربط يعني شنو الحل؟ المهم الحل ثلاث شغلات، ثلاث شغلات أنا دا أحاول أختصر جدا جدا. أول شغلتين، أنت عليك شوف الأمريكان شو يسوون. أمريكا عدوة الشعوب. أمريكا شو تسوي؟ صار 100 سنة، صار 100 سنة شو يسوون؟ من صار الكساد الريسيشن، الكساد بال 1920 قبل 100 سنة، وصلوا للجوع، صار جوع في أمريكا. زين، من ذلك الوقت لحد الآن عندهم شغلتين يسوون. كل ما يصير تضخم انفليشن، يعني ترتفع الاسعار، فطبعا المواطن ما يقدر بعد يشتري، يخافون من الكساد، مو ما يخافون من التضخم، يخافون من تاليتها تعزل الدوله. شو يسوون؟ يسوون شغلتين. ليش ما يتخذها البنك المركزي العراقي؟ وما افتهم منه مسؤول عن السياسه النقديه، وهاي قلتها سابقا في محطات اخرى. شغلتين، اولا تعطي مبالغ ضخمة استثمارات للصناعيين اللي اشتغلها عادل عبد المهدي مشكورا ومخلوه يكمل، وبالتالي راح تبنون مستشفيات، راح تبنون مجمعات سكنية إلى آخره، وبهالحالة راح تحركين السوق. من تحركين السوق صار بيع وشراء إلى آخره. هاي واحدة. الشغلة الثانية الأهم اللي هي أريد أشوف شلون ما ينزل الدولار. أمريكا صار لها 100 سنة كل ما يصير عندها تضخم تزيد الفائدة، روح أقري هسه بالإنترنت، تزيد الفائدة على الأسهم والسندات والإيداعات لأجل. زين زين، انتوا ليش ما تزيدون الفائدة؟ ليش ما تزيدون الفائدة على الودائع لأجل وعلى التريجري ستوك، سندات الخزينة؟ زين، راح يقول لك واحد، يجيني واحد يقول لي مهم السنس ماكو، منطق ماكو، يجيني واحد يقول لي شلون هاي ندفع احنا الفوائد، شلون تتحملها الدولة؟ الدولة راح تربح اضعاف. انت من الدولار اليوم 164 1640، من يرجع يصير 1200، ايش قد ربحت الدوله؟ ايش قد قوه الدينار؟ ايش قد صار نماء وبروسبريتي، رخاء، وصار شغل وبيع وشراء. زين دكتور، اسمح لي اسالك واستغل وجودك. احنا اليوم نعرف انه العلاقه بين الدولار والذهب علاقه عكسيه، كل ما تصعد قيمة الدولار كل ما ينزل الذهب. اليوم نلاحظ بالأسواق العراقية الأسعار كلها مرتفعة، الذهب والدولار والنفط، شنو السبب؟ بسيطة هذه، أولا هي علاقة عكسية، يعني ما تقبل غلط 100%. تروحين طبع على الانترنت يقول لك الذهب ينزل دولار يصعد، دولار ينزل ذهب يصعد، ما تقبل غلط. أما ليش دي يزيد سعره بالعراق؟ بسيطة هاي، لأن الدينار دي ينخفض قيمته، الدينار دي ينخفض قيمته. تتوقع اليوم الدولار يزيد بالقيمة والذهب أيضا تزداد قيمته؟ لو إحنا وين رايحين؟ لا لا، مستحيل يزدادون الاثنين مع بعض، واحد يزيد واحد يقل. وإحنا اليوم اللي دا نشهد لليوم الذهب ب 450 والدولار 164. هذا غير موضوع أختي، أعطيش معلومة. أنت هسه طبي على الإنترنت،
شوف اي عمله قويه، اي عمله قويه بالعالم، فرنك فرنسي، مارك الماني، اي شيء، شوفي كله دا ينزل. أي. كل حتى فهمك الفكره. اي صح. كل حتى اليوم من واحد 2023 بدا كولابس، نزول للدولار. زين. نزول للدولار ضد اي عمله. المصيبه عندنا دا يصعد، مو هي احد الادله التهريب والاحتكار. زين احنا دا يصعد عندنا، دا تنخفض قيمه الدينار، طبعا الغرام الذهبي يغلى يصعد سعره، مو لأن عالميا، مو عالميا، احنا مصيبتنا احنا دولار دي يصعد طفرات عاليه. أنا أشكرك الخبير المالي الدكتور مناف الصفار، استمعنا إلى وجهة النظر الاقتصادية بشأن هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك. أرجع لك أستاذ كاظم، إحنا اليوم يعني التهريب واضح والكل أقر بوجود تهريب إلى دول الجوار، ليش دي يصير تهريب؟ شو السبب وشون؟ شوف خلينا نتفق بأن الأمريكان شر مطلق، لكن في هذه القضية الأمريكان محباً بالعراق، بغضاً بتهريب دولارهم لأعدائهم اللي هم إيران. إيران يعني هو المشكلة الوحيدة، إحنا عندنا دا يتهرب الأموال إلى إيران. زين إحنا عندنا تقريباً ما هرب لحد الآن 350 مليار دولار إلى 400 مليار دولار من السقوط لحد الآن، هرب بأعذار قانونية، هاي 250 البيع اللي يرجع للعراق 50 إلى 75، خلينا نقول 100 وال150 تبقى هناك عبارة عن استثمارات، عبارة عن أرصدة، عبارة عن أمور أخرى. زي. بالخارج الأمريكان إيش قالوا لهم؟ الأمريكان ترى هم كانوا مكتشفينها بس غاضين النظر عنها، بس من طبقوا نظام سويفت بعد الحرب الأوكرانية الروسية وجدوا عبارة عن مو تهريب، عبارة عن تصدير بالجملة. ماكو بلد باليوم يفقد له 150 مليون دولار خارج برا، ماكو هيك. يعني تصوري اتفاقية بين تركيا وروسيا، روسيا رادت بأيام يعني الجليد عدم إنبات الطماطة أو كذا، طلبت من تركيا خلينا نقول ب50,000 دولار يوميا طماطة، بس روسيا شو اشترطت؟ قالت لهم لازم أصدر لكم بضاعة بقيمة هذا المبلغ بحيث تصير تبادل منفعة، مو أنا السواد عيونكم آخر. إحنا الوحيدين اللي نبوق أموال الشعب ونطلعها برا وتصير أموال الأحزاب والكيانات، الكل مشتركين إلا ما رحم ربي. قالت لهم يابا هاي 300 أنتم صار لكم سنوات تبكون. شوف النقطة يعني الأولى، الحزب قابل، هو يعني أي حزب، خليني أجيب مثل دولة القانون قابل نور المالكي نفسه يسوي حوالي، أكيد أكو أفراد، أكيد لا الباب وين أجيك بس الباب اللي تتهرب منه. نكمل الفكرة مالتي، راح أعطيك حتى بيش العملة تنباع. شوف النقطة الأولى جدا راقة كانت للدكتور الضيف، أعطاه مبالغ ضخمة للصناعين، فقالوا يابا أنتم صار لكم سنوات تبكون، لا اهتميتوا بالصناعة ولا اهتميتوا بالزراعة ولا اهتميتوا بالتجارة. هاي 350 مليار بدل ما سرقتوها وطلعتوها برا، كان من الممكن أن تكون 350 مليار منتجة ومصدرة. هسا على الأقل كان نصبونا محطة غاز. لا, لا 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 تقدر، شوف بس مو محطة غاز، بدل ما نشتري تقدر كل شيء تسوي، لا تقولي لي بس محطة غاز، تقدر بالصناعة والتجارة خلاص تكتمل عندك وتصدر بال 350 مليار دولار. صح. بس الاخوان هنا ليش ما يخلونها، ليش ما يخلونها بالعراق؟ لان هي اموال مسروقه تحتاج الى شنو؟ تبييض، الى تبييض، غسيل اموال برا بالداخل تنكشف. يعني انت اذا بنيتي لك فد مصنع او معمل يكلف خلينا نقول فد 10 مليون دولار قبل تنعرف لفه، الان الصبح يجي واحد يشتكي عليه تعال منين جبتهن، ولذلك هربت. زين عكس ما تنكشف سرقات، عكس ما انكظوا الجماعه سدد نص المبلغ ربع المبلغ واطلع برا. زين مثل ما حدث في سرقة القرن، مثل ما حدثت في قضية هيثم الجبوري، مثل ما حدث وراح تحدث الباب اليوم كالتالي. الحجة اللي يقولها يقولوها الكل انه احنا دا نشتري غاز من ايران، ايران تحتاج يحتاج انه نشتري من عندها بالدولار، لذلك دا تصير هاي الحوالات الى ايران. لا مو بس هاي، شوف التهريب بالدولار شلون يصير، اي سواء عن طريق ايران، لا جهات مو قضية تبادل، لا 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 تهريب تحت العباءة. شو البعض بتوافقات اللي تطلع من عنده؟ بتوافقات
بتوافقات على أعلى مستويات الدولة، ويجب التحقيق من قبل السوداني في هذا الموضوع. يعني اليوم أنا عندي منفذ دولة، لا تقول لي حزب، يعني الحزب ما بيدي يروح. القضية الثانية في إقليم كردستان شلون عن طريق الدولة تحول عن طريق الدولة. الدولة قد تكون الحالية ما لها علم، بس الدولة السابقة كان لها علم، بس نقول ما ماسكتها، واصلت لها أمور أخرى، أكو تواطئ داخل بعض المنافذ في أوقات معينة، يعني بأمور أخرى. أسان اللي أدري به في يوم من الأيام يقال بأن أحدهم عبر ما يقارب 5 مليون دولار باتفاق وتوافق عن طريق أحد المنافذ الحدودية في محافظاتنا الجنوبية. بالإقليم شلون يصير؟ هذه بالجنوب افتهمنا منفذ بالإقليم، تبادل تجاري، منفعة، منافذ قتشق قتشاقة، الناس يشتغلون هناك على الحدود، تطي دفتر مقابل 10 دولار عملة. أنا جاني واحد قال إذا أي واحد عنده فلوس بس يجوز يكذب، يجوز كذا، بس إحنا سنقول يا بالمعلومات هاي تحققوا منها، ترى كذب تحقق ويجوز بها صدق. هسه إذا صدق صدق، إذا كذب ولا شلون تطلع فلوسنا؟ زين، أي الحوالات توقفت، هسه الفلوس وين جاي تروح؟ الأمريكان شي يريدون؟ يريدون حوالة بيضة، مو حوالة سودة مصخمة. البيضة شلون؟ البيضة أنت تاجرة تجيبين بيض من تايلند، الجماعة فد يوم جابوا بيض من تايلند مثل ما جابوا موطة من روسيا. زين، سووا الجماعة والله ما أعرف، والله هي مصيبة، جماعة سووا الثلج ماكم أنتم طر، ذبوا عليه شكر وفانيلا وكذا، هذا الزون آيس كريم آيس كريم. أنا سوالف بالعامية، سوالف وياي المقرود المواطن. زين، جماعة الآيس كريم مو ربعي. فسوى حتى فديون طلعت بالتلفزيون قلت لك من تايلند بيض، شنو مثلا شمرتوها ببحر الصين وجتهم طوفات من هناك اللي جاي. نفرض انت جنابك اليوم تاجره عندك، جبت استوردت من هناك، الامريكان شي يريد؟ اكو نافذه، المصرف اللي دزه تايلند منه، والشركه اللي تستلم منه توصل ابيض، توصل ابيض لحد تايلند تستلم الشركه، والشركه تصدر الدولار سليم. الاخوان شو يسوون؟ وحياتك انت فد يوم صارت لي هاي سالفه مع احد الوزراء. زين، اجتني معلومات عن سياره، خلينا نقول مواد قيمتها، خلينا نقول 20 من ضخمها 20 مليون دولار، خلينا نقول يلا 20 مليون دولار، طلعت 20 مليون دولار رجعت ورق. من تحققنا يا بابنين طالع من المنفذ الفلاني، تدرين المنفذ الفلاني من يجي دخولية السيارة ورقم السيارة والأمور الأخرى كلها، بيش الساعة وبيش ساعة الخطأ وين؟ الخطأ قالوا دخلت السيارة بفلان ساعة وكملت وختمت وهاي بفلان ساعة. من رحنا ودورنا الكاميرا ما لقينا لا سيارة داخلة ولا سيارة طالعة، مجرد أوراق ومختوم ورقم سيارة وكذا، وكأنما الأمور زين. هنا شلون مريت؟ بالرشاوي مريت. هنا هاي الأمور ما تمر بالرشاوي، هاي الأمور تمر بتنظيم على أعلى المستويات، مو رشاوي. الرشاوي ذولا ذولا اللي يأخذون رشوة تدرين شو يسوون؟ ذولا يغيرون المادة من إلى من إلى، هاي يسوون هيك المعيارية. يعني اليوم أنا إذا أحكي مثلاً 20 طن يسوونها 18 طن بعلم الحكومة وبإشراك أجهزة الدولة هنا إي لو لا؟ أنا أقول إي، ولكن مو بالمطلق. قد تكون لا يوجد هناك علم للحكومة، قد تكون هناك يعني جهات سياسية ما تدري. مو تدرين؟ لا مو هنا المشكلة، مو هنا. مثلا أنت أسأل الحكومة هنا ببغداد، تدري بمنفذ زرباطي شي يصير؟ منفذ صفان شي يصير؟ منافذ التايهة، منافذ القتشاقة بالإقليم شي يصير؟ منفذ طريبين، منفذ طريبين مسيطر عليه واحد، الصبح يجي يطبب قيمر، الصبح يحب القيمر يطبب قيمر 10 سيارات، مو قيمر تتوقع طب الدولة العراقية ما قيمر، هو قيمر. زين أسألك بالله، هاي المنتر أحزاب، روح اسألي بطريبيل، حكت الناس ونقلت، حكت الناس تكلمت ونقلت وتعاقبت وتحولت. يا حسنا تحول هذا الإدارة تغيرت. لا 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 لا، هو المدير اللي كشفهم عاقبوه، جابوا المدير اللي غلس عن هاي السوالف. إيه لا أنا قلبي طيب لا 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 عبالي نصلح الوضع. لا لا شوفي، داعش أسقط ثلث العراق. زين، الدولار راح يسقط الثلثين الباقيات، انتظري بعد فترة
مو مظاهرات، والله هاي المرة تسونامي. وأنا دائما أقول لهم أخوان والله سقاط هاي الحكومة مو بالخضراء، سقاط الحكومة من الغبراء. ولا سأليني وين الغبراء؟ لا ما أسألك وين الغبراء. زين، هم رؤوس الفساد موجودين. هذا الإسقاط، الإسقاط راح يكون عن طريق التيار الصدري؟ لا، أصلا التيار الصدري هم جزء لا يتجزأ من المنظومة، هو شريك. وبرا الحكومة هسه ما له علاقة. هسه شوفي شوفي، أنا أتمنى أتمنى، أنا التقيت بكثير من الأخوة زين المحترمين داخل التيار الصدري، قالوا والله من طلعنا من السياسة اليوم مرتاحين، لا تهم أي ولا أمور أخرى، ونتمنى نظل إحنا شارع العراقي المحرك يعني بدون حلو الدخول للسياسة زين. يعني إحنا ممكن أي ممكن يشترك بالسياسة، ولكن على شرط أن تكون العفو المظاهرة، على شرط أن تكون المظاهرة غير سياسية وعدم العودة إلى السياسة مرة أخرى. ما يريدون يرجعون يعني؟ أنا أفضل لا يرجعون. تدري ليش؟ عودتهم مرة أخرى مع تغلغل بعض النفعين والفاسدين والمتسلقين المرفوضين من محترمين التيار الصدري راح يولد شنو؟ ترجع اتهامات للتيار الصدري. انت ليش يجيب لك اتهامات؟ انت كالتالي، انا رايي من 2010 وقبل 2000 بين التيار الصدري مقيم ومقوم للحكومات، مو جزء لا يتجزأ من الحكومات. اذا جزء تلوح، اذا مو جزء لا كنا وياه. لا الجمهور الواسع للتيار الصدري منه حيمثله بالبرلمان؟ مثلا هسه راح نعطيك مثال جدا بسيط. اليوم التيار الصدري سووا مظاهره شعبيه، وحده من عندهن ولو هاي ما يدبروها، وحده منهن عدم اعطاء اي مستحقات لاقليم كردستان الى ان تطي اللي ما عليها الحقوق، الحقوق وواجبات. هذا معادل. قضيه الاخرى يسووها التيار مالي، يضغطون على اقليم كردستان. اتمنى يسووها. ما يسووها زين. اتمنى يسووها حتى انا اتقدم خطوه للامام. لا تيار ما يسووها، ممكن الاطار يسويها. زين صدق تحكين؟ طبعا اعداء. شوفي اذا ظل التيار خارج السياسه الاطار يعمل الذي لم يعمله سابقا، لان وسيله الضغط والتنافس ونظام الازاحه والتسقيط و و و و و و جعلت من التيار اسير في قضية عدم معاقبة الفاسدين، خوفاً من استحواذ الطرف الآخر على حساب هذا الطفر على حساب المكون الطائفة أو القومية. وإلا السكوت عما يجري اليوم سواء في الأنبار داخل مجلس النواب، يقول لك أنا خاف أتحرك على هذا وأخسر ربعة. ولذلك المعادلة خاسرة. بالسياسة معادلتين بس منخذيها من عندي، 1+1=2، 1-1=0. لا زالت السياسة العراقية في مستنقع رذيلة 1+1=0. وإذا ترقوا من الممكن أن يوصلون إلى 1+1، بس 1+1 هم عقولهم انربت على قضية المنقصة والتسقيط. أي هم هي العقلية اللي أجوا بها مع احترامات البعض، هي عقلية الـ يعني تدمير الآخر، إسقاط الآخر، تشويه الآخر، ما أجاوب منديل نظيف. يعني حتى من يجي يمسح عرقك مال التعب على الكل لو تحكي على بالمطلق طارف. وأقول إلا ما رحم ربي، أنا ما أريد أشوه الصورة. بس التيار الصدري من كان موجود السيد حاكم الزاملي بالبرلمان كان هو موازن القوى. الدليل ليث الدليمي من طلع في أحدى تصريحاته قال لو كان حاكم الزاملي موجود ما كان قدر الحلبوسي يسويها بي هاي الدقة. هن عندهم مثل حلو يقول يفوتك من الكذاب صدق كثير. فأنا دائما أقول لا يمكن محاربة الفساد بأدوات الفساد، ولا أقصد أحد هنا، بس هاي النظرية من المستحيل أن أجي أحارب الفساد بالفساد. مثلا لجنة برغيف تتذكرين أنا قد دفعت تبعاتها. أول ما نتكلم عندما أخرست جميع إلا ما رحم ربي، صح تتذكرين؟ طيب هنا ويانا سووا أوامر قبوض وسووا ما سووا إلى درجة لقيت تليفوني بلغوني بأن تليفوني مراقب بدون أمر قضائي. زين اضطريت أن أعمل على مين كان يراقب اللجنة؟ لجنة أبو رغيف؟ إيه بكيفهم
أبو رغيف أنا طلعت بالتلفزيون قلت لا يمكن للفاسد أن يحارب الفساد. لجنة أبو رغيف كانت تقدر تراقب تليفون أي برلماني أو أي شخص أي بالعراق؟ شخص في الدولة العراقية. وصلت بهم الرذيلة إلى أن يهددون بقضايا لا أخلاقية للبعض. يعني كانوا يدخلون في خصوصيات البعض. أي ما عندهم خطوط في خصوصيات الخصوم. بخصوصيات حتى الأصدقاء. لأن لا توجد شرفية الخطوط الحمراء في مقياس الخصومة. ولهذا اليوم الكاظمي لا يستطيع أحد محاسبته لأن لازم على كل واحد لزمة. كل واحد عنده غرفة مظلمة بها على الجميع أوراق. كل واحد عنده غرفة مظلمة عندها ملفات مصائب على الآخر. يعني كل واحد لازم لزمته على الثاني. أها. ما حد يقدر يحاسب الآخر. ومن أقول الكل أم دائما أحط اللام رحمة ربي. أخاف من قضية الغيبة أو التسقيط لشخص قد يكون الرجل عمل قد يكون بالخفاء ما شفته أنا أمامي. ننطين مساحة صغيرة جدا متنفس للحياة. ممكن يرجع السيد الكاظمي بحزب معين ويدخل الانتخابات؟ إذا رجع أنا لكن سافر. أنا باقية. لا أنا سافر. لأن لا من لا يمتلك شرف الخصومة كل شيء توقع يسوي. والله. زين اليوم ترى السياسة مبادئ وعقيدة وشرف. هاي منو؟ السياسة. وين؟ إذا كانت عند أهل اليقين أهل الدين أهل عندنا يعني موجودة بالعراق لو تحكي بغير دولة إذا دخلوا في فن الممكن سقطت المبادئ والعقيدة والقيم والأخلاق والشرف. حضرتك استبعدوك من لجنة النزاهة من كنت نائب بالبرلمان واليوم نفس الموقف يتعرض له ابن محافظتك سجاد سالم. سجاد مستحق. شفت تصريح إلي أتمنى أولا أطالب مجلس النواب برفع الحصانة عنه. لا والله العظيم لأن أقول له يا سجاد بغض النظر عن التقاطع السياسي بيني وبينك الولاء والانتماء أنا عندي شرف الخصومة بس أقول له أشرف مسمى ما له دخل بالقيادات هو الحشد الشعبي. ثقي منا ما استطاعنا أن نحافظ على شرف عوائلنا ونسائنا وخواتنا وبناتنا وقيمنا ومبدأنا وعقيدتنا ومذهبنا ووطننا ومقدساتنا. والله لولا هذا الكائن الحي الذي ينبض بالحياة من أجل أن أنا وأنت نقعد ونعيش ابعدي للقيادات لأن أنا 3/4 أو 90% عد أنا وياهم قطوعات بالمناسبة قطوعات بملفات فساد وتزوير وي 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 وي. زين متهمين ما أقول هم الكل زين بس هذا الكائن الحي أقول لعيب عليك سجاد تتكلم عليه بس سجاد الاستبعاد شوفي لم يتحدث عن الحشد لا عندي تحدث عندي عن ميليشيات لا عندي وفصائل مسلحة عندي طالب بحصر السلاح بيد الدولة لا شوف خلني أسأل سجاد ابن ولايتي أنا ما تربطني ويا صديقة بس يعني صداقة وكذا وهالأمور ولهذا سألتك لأنه أنت ولاية وحدة شوف أنا ما ملتقي أصلا أنا وياه زين أنا أكن الاحترام لكل مسمى لكل مسمى ما عدا الفاسدين وبنفس الوقت كل الجغرافيا طالبت برفع الحصانة عنه إيه 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 لأن اللي يتكلم للحشد ما وصل للحشد قال لك فصائل مسلحة بس اسمعيني منى أنا أتكلم عني أدافع عني بس هذا الكيان الحي لا تتكلم عنه هذا أبد لا تجيبه بالطاري هذا حتى لو أخطأ في نوع شيء ما القال 70 محمل وإذا ما لقى 70 محمل ذب الخطأ على نفسك ولا ذب عليه لأن أشرف ما ولدت السياسة العراقية من 2003 لحد الآن الحشد الشعبي ثق واعتقدي ما تقعدين أنت هنا ولا أنا هنا ولا من الممكن أن تكون مؤسسة من المؤسسات لو ذولا ما موجودين ذولا ثقة ودماء مؤمنة بشبابنا بالحشد الشعبي الشباب. مؤمنة بالولد اللي قاتلوا مؤمنة بالكيان ولست مؤمنة ببعض القادة
الذين لا قولي معظم كثير أغلب هسه خليني أقول بعض القادة اللي ينتموا للحشد الشعبي ولا بأس إنه أنا وياك اليوم نقعد عندي ملفات ونصحح اسمعيني قادة الحشد الشعبي لا ما أنا اللي بالعكس أنا أطالب اسمعيني هاي أطالب بإقالة معظم القيادات واستبدالها ومحاسبة الفاسدين من عندهم لأن لا يمكن أن يلتصق. أنا دائما أقول أكو مقولة جدا راقية يقول مشكلة هاي الطفيليات تستمد نظامها الإحيائي من هذا الكيان العظيم فيصيب هذا الكيان العظيم نوعا من الضرر بسبب هذه الطفيليات. طبعا يسمح بالحديث بالسوء عن هذه المؤسسة يفتح الباب كخد الصد حتى خطأ أنا مستعد الله سبحانه وتعالى قصدك على الشباب المقاتلين الشهداء الدماء أبناء الأيتام كذا سألت في يوم أحد القيادات قلت له كنت 24 ساعة بالمعركة تنام كذب بعد عن المعركة كيلو وين ليش ما تروح تنام ليلة من الليالي ويا عوائلهم هسه تشوف إيش محتاجين إيش كذا أنت أبو أنت مو عندك سيرة حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين كان تذكرين حادثة الأمرأة اللي تخبز له الطفل ما أريدك تخبز روح شوفهم مش محتاجين شوف معاملاتهم ليش متأخرة شوف أولادهم مش عدهم شوف إيش عندهم ما عندهم أفنوا حياتكم من أجل حياتهم لأن هم أفنوا حياتهم من أجل أن تبقون أنتم مو تفنون حياتكم أفنوا حياتكم بالعمل ما راح تموتون من أجل أن تبقى هاي الزهرة هاي الثمرة شوف دول العالم لا زالت تخلد هي المشكلة أنه بعض القادة يستغلون هذا الكيان ولذلك يسمح أنت اسمعي من لمن يبغض هذا الكيان لو أنا خمس حلقات تموعدش بالأسبوع خمس حلقات ما أخلص من ملفات فساد بعض القيادة هي الطامة هي المصيبة ولا اللي واقعة على رأس الحشد ولا الأمور فلذلك يراد إعادة تجديد دماء الحشد قادة الحشد خليني أروح أرجع على الدولار اليوم الدولار هو محرك الشارع العراقي واصل إلى 164 أنا سمعت أنه يوم الجمعة يمكن أو السبت وصل إلى 169 إغلاق بالبورصة يعني أكو مشكلة عظيمة البعض يرمي الكرة في ملعب محافظ البنك المركزي ويقول هو السبب اليوم كاظم الصيادي يقول المحافظ له الموضوع ما له علاقة بالبنك المركزي العراقي أول شيء مو أنا المصيبة قل الشرف الكلمة ترى مو بالهين يعني زين يعني أنت كذب حتى تصدق كالناس ممكن بس كذب حتى تصدق نفسك أنت بالأمس كنت تتهم محافظ البنك المركزي بأمور شتى زين المفروض في أول يوم تستلمون الحكم تقيلوه أول شيء الرجل مو اختصاصة رجل قانون مو محاسبة مالية ولا أمور أخرى هذا قضية التخصص زين هذا حق الحق الثاني إذا تهم إذا بي بحث آخر إذا ما بي فالأفضل لعدم تشويه الصورة أجيب شخص آخر وأسير بالموضوع هاي اثنين ثلاثة أنت ده تحكي تغيير عن علم يعني أنت عندك علم أنه إذا تغير ممكن ينزل الدولار لا قضية الدولار كالتالي صدقيني لعد ليش مشلبين بالمحافظ لازم يقال ليش لازم يعني هذا الشخص خلاص أصبح عبارة عن مادة منتهية الصلاحية شنو السبب هسه صار عنده خبرة صار عنده أكيد هسه يعني. أنا أقول كالتالي شبهات فساد قد تكون مو صحيحة منو اللي دعمه من الإطار التنسيقي العدل مع الأسف أكو اثنين داعمي قلتها والاثنين اعذريني من هذا الاثنين شنو شغلهم باكر عقبة قيادات باكر عقبة يقولون لا مو إحنا شوفوا مو قلت لك هم ما عندهم شرف لا ما يحتاج يقولون هذا بس يسمعك قاعدت وي منى يظل قاعد للصبح يم المحكمة يروح يشتكي عليك ويجي عشان لا بخو يعني هي واضحة أنت في تغريدة سابقة لك قلت أنه مصطفى غالب مخيف تابع إلى تيار الحكمة لا هي مو صحيحة لا أنت كاتبها لا 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 أنا بالمناسبة لا يوجد لي أي موقع من مواقع التواصل كان عندي موقع مسؤول عنه شخص دار جدل واسع هذه التغريدة وتناولوها هواية من رواد التواصل الاجتماعي تنفيها لو تأكدها لا لا أنا لا أنفيها ولا أكدها هذا واحد اثنين لأن هذا مو إلي اثنين أنا ما عندي أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المواقع الكثيرة اللي ولدت الكثير من القضايا يعني أنت اليوم ما عندك موقع؟ القضية الأخرى كان عندي أحد الأشخاص هو عنده مواقع ينشر ما أنا أقوله وما هو مؤمن به بعض الأمور ما لي دخل بهذه الأمور أنت وياي اليوم مصطفى غالب مخيف
تيار حكمة لو تيار صدري؟ صار إطاري هسه. أها. كان تياري صار إطاري. والأفضل حتى يبتعد عن التيار وعن الإطار، الأفضل أن يستبعد ويجي بشخص جديد بسياسة جديدة مالية حتى نبدأ صفحة جديدة، حتى لا نظل التيار جابه الإطار حكمة. هي مشكلة الإطار لو الحكمة لو مشكلة أنه الدولار اليوم 164 محتراماتي لبعضه أخطأ أخطاء كبيرة جدا. أكو فرق بين التنظير، يعني أنت اليوم تنظر إيه كيف ترى خطوات، وأكو فرق بين التطبيق، كيف ترى الخطوات التطبيقية لحكومة السيد السوداني بموضوعة الدولار؟ لا توجد أي خطوات. أنا واحد قال لي هاي خطوات ترقيعية، قلت له لا يمتلكون حتى الرقعة في قضية. بالتالي هل عمر هذه الحكومة راح يكون طويل أم لا؟ شوف إحنا خلينا نكون منصفين، الرجل ما صار له مستلم هواي، وإحنا لازلنا داعمين في قضايا أن ينجح زين، ولكن يجب عليه أن يتدارك موضوعه قبل أن يتدارك، لأن الوضع أصبح خطر والسكوت مو صحيح، واللي يكذبون عليه بهذه القضايا، هاي القضايا بالمناسبة هو من أبناء الداخل، هاي القضايا سوتها حكومة الدكتاتورية وارتفع سعر الدولار أكثر. تتذكرين قضية التجار وإعدامهم وإلقاء القبض عليهم وقطعوا يعني بعضهم، تتذكرين اللي قطعوا أيديهم اللي موجودين حتى في زمن صدام حسين وصل الدولار أقصى شيء 200 ألف. لا لا 400 وصل. شو كده قبل لا يسقط شو 200؟ لا 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 400 قبل لا يسقط. إيه إيه 400 ألف. لا لا وصل 400. يلا ان شاء الله اذا يجد حيلنا شوي حيله شويه الدولار مالتنا يوصل 400. لا لا جوز يطفر اكثر. اسمعيني، هاي الحلول الترقيعيه صدقيني راح تحبس اللي يعمل بيها. ليش؟ لان يا اخي يا اخي يعني مغبون من تساوى يومه، وانت بالامس شفت هاي السياسه، هاي سياسة الدكتاتورية، سياسة العنف، سياسة الإقصاء، سياسة الكذا كذا كذا كذا. أما أن تتبنى أنت الموضع، اليوم أنت عندك الحمد لله وشكر دولار كلش هواي موجود، خلي الشركات اللي تعمل عندك هي اللي تجيب المواد وهي اللي تبيع وهي اللي تباشر، وألغي جميع الإجازات اللي موجودة السوداء مو البيضاء. لكن هنا تقدر والجماعة يهربون دولار حتى يطلعوا برا مال الكومنشنات والأمور الأخرى، وين يودونهم؟ إذا بالعراق تنكشف الأموال، إذا ما عمل يعني تب الله عليك، يعني والله عجيب، يعني أنت اليوم تسوي مبادرة البنك المركزي تطيها بالله عليك المطعم، تطيها المول، تطيها المصنع. بس أخاف أذكر لك مادة من المواد في الدولة العراقية، شكلية الحامض حلو يكلف الدولة العراقية ما يقارب 200 مليون دولار سنويا. بالله عليك الشعب العراقي يستهلك 200 مليون دولار شكلية وحامض حلو؟ هواي عرسون ويطشون شوكليت. وين هسه تواجه؟ وين؟ 200 200 مليون دولار؟ 200 مليون دولار سأل الحكومة أو كل دول الجوار شوكليت. زين زين خليني أسألك أسئلة سريعة، يعني خلي قل لي صح لو غلط، سوداني رئيس وزراء جيد صح أم خطأ؟ خطأ. التيار راجع، أنا أعتبرها جريمة بحقه، بحق نفسه. صح لو خطأ؟ خطأ راجع، يبقى شعب، وكان محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه كان شعب. الإطار متماسك ما كان صح أم خطأ؟ أكبر خطأ. الدولار سيستقر صح أم خطأ؟ هنا شوفي، هنا ما تقبل الصح والخطأ، هنا تقبل تصرفات محمد الشياع السوداني وبسرعة. أزمة الدولار سببها الرئيس تهريب العملة إلى إيران دون غيرها من الدول صح أم خطأ؟ لا لا خطأ. الكل النائب السابق الأستاذ كاظم صيادي، شكرا جزيلا لوجودك معي. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، ألتقيكم غدا إن شاء الله.